فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول عندنا في بلادنا دار نسائية، هل يجوز لنا أن نأتي بمعلم رجل لأجل أحكام التجويد لكي يعلم المعلمات هذه الأمور؟ إذا كنا يحتجبن عنه، إذا كان يحتجبن عنه فلا بأس، أما إذا كنا سافرات لا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.